رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتبكير صرف رواتب جميع موظفي القطاع الحكومي والمتقاعدين لشهر أبريل قبل حلول عيد الفطر المبارك، وكلف الجهات المعنية بصرفها يوم الثلاثاء الموافق 18 من أبريل 2023. بعدها أعلن المجلس عن طرح مبادرة منها للأعلى لدعم التطور الوظيفي للبحرينيين في الوظائف التي يحمل شاغلها شهادات عليا، وبما يتيح المجال أمام أبناء الوطن للحصول على الوظائف النوعية التي تتناسب مع مؤهلاتهم، كما تتوافق مع أهداف المبادرة مع اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب في هذا الشأن، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية. ثم أكد المجلس على أهمية وقف التصعيد وتوفير الحماية للمصلين بالمسجد الأقصى والمقدسات الدينية، مؤكدا رفضه كافة الممارسات والأعمال الاستفزازية التي من شأنها تأجيج التوتر وعدم الاستقرار، بما في ذلك تحصين المصلين في المسجد أو العبث بالأسلحة والمفرقعات داخل دور العبادة وخارجها. بعد ذلك قرر المجلس ما يلي: أولا، الموافقة على المذكرات التالية: مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بشأن مشروع قرار بتشكيل لجنة وزارية لدراسة تسمية المدن والأحياء والقرى والضواحي والطرق والميادين والتقاطعات. مذكرة معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات بشأن دليل خدمة العملاء الموحد الذي يهدف لتزويد موظفي خدمة العملاء في الجهات الحكومية بالأدوات والمعارف الأساسية لتحقيق التميز وتطوير الخدمة وصولا لرضا العملاء. مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية بشأن الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2027. مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة للتطوير العمراني. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.